دلوقتي مشاهدينا تعالوا مع حضراتكم نتابع أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها النهاردة واللي هنستعرضها مع حضراتكم في هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتفحص الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عروض الشركات المقدمة في الممارسة رقم 11 لسنة 2023-2024 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد. تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، وبتوفر الوزارة زيت الطعام والعديد من السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أهمها مباراة بيراميدز مع مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة 3 عصراً، وفي تمام الساعة 6 مساءً مباراة يانج أفريكانز التنزاني مع شباب لوزداد الجزائري. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ست مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، من أهمها مانشستر يونايتد مع فولهام في تمام الساعة 5 عصراً، وفي تمام الساعة 7:30 مساءً مباراة بيرنموث مع مانشستر سيتي، وفي الساعة 10 ليلاً مباراة قمة الجولة اللي هتجمع أرسنال مع نيوكاسل يونايتد.